هنسيب كرة السلة رجال ونروح لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بيفوزوا على طلايع الجيش، بيفوزوا على نادي طلايع الجيش بنتيجة كبيرة جدا 37-16، 37-16 سكور كبير جدا، سكور واسع، لكن في الآخر اتلعب المباراة في صالة نادي طلايع الجيش، الأهلي متصدر مجموعته، ناقص له مباراة واحدة مع مين؟ مع نادي وادي دجلة، يوم الاثنين بإذن الله اللي جاي. وبكده احنا ضمننا صعود للدور قبل النهائي في مسابقه منطقه القاهره. الجهاز الفني بيضم كابتن عمرو صابر ومديرا فنيا وامل سيد اداريه، ياسر عبد الوهاب اخصائي بدني، وايه احمد اخصائي علاج طبيعي. بكده كابتن عمرو صابر ما شاء الله بيفرز نجمات في 16 سنه. خلينا نروح لتقرير مع المدير الفني كابتن عمرو صابر وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا ابتدينا الحمد لله في شهر 6 فتره الاعداد، اخترنا 20 بنت من 39، الحمد لله ربنا وفقنا فيهم. عندنا جيلين 2006 2005 و2004، احنا بنشتغل عشان الدرجه الاولى، وعندنا السنه الجايه الفرقه دي مرتبط. عندنا معانا كابتن سيد صابر مدينا خطه الاعداد كلها والشغل. ابتدينا ماتشات وديه الاول في شهر 8 الحمد لله ربنا كرمنا بيها، وابتدينا بطولة المنطقة. لعبنا ثلاث ماتشات الحمد لله، ثلاث ماتشات كسبنا بسكور كبير. لسه متواصلين في بطولة القاهرة، بعد ما نخلص إن شاء الله الأدوار التمهيدية عندنا دور الستة أدوار نهائي إن شاء الله ربنا يكرمنا، برضو عندنا بعد كده إن شاء الله بطولة الجمهورية وربنا يكرمنا بيها بإذن الله إن شاء الله. إحنا ما بندعمش حد، إحنا الحمد لله الفرقة بتاعتنا كويسة، مش محتاجين، ولاد النادي موجودين، ده اللي احنا متعلمينه، ولاد النادي ما دعمناش حتى الحمد لله. احنا والثلاث فرق المفروض المرشحين بقوه، احنا والصيد وسموحه، يمكن يخش معانا سبورتنج، لكن الثلاث فرق دول هم المرشحين بقوه ان شاء الله. الحمد لله احنا موجود تقريبا بنتمرن كل يوم، المعدات الادوات كلها موجوده الحمد لله، اللي احنا بنحتاجه كان الجهاز الفني او مش في قطاع الناشئين او النشاط الرياضي الصراحه بيوفرها لنا على اكمل وجه. يعني هو سياسه الاتحاد ما ينفعش 16 سنه تصعد للدرجه الاولى، بس احنا عندنا لعيبه واعده، جانا هاب الالفي هي بتلعب دلوقتي متصعده تحت 18 سنه فريق مرتبط، وفي يعني عندنا كذا لعيبه ان شاء الله بنعمل بيهم مستقبل كويس باذن الله.